هذه القمة الكبرى. نعم في هذه القمة لوكمان. الله، أبناء بيرغامو يبدأون هذه القمة من ركلة جزاء. يسجل لوكمان، يسجل لوكمان هدف المباراة الأول هنا في هذا المشهد الصاخب جدا، الصاخب جدا. يصل قدم بكثير، هذه كرة محاولة جيلينسكي خطيرة. أوسيمين، 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 وهدف التعادل، التعادل لنابولي. نابولي، 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 يسجل فيكتور أوسيمين أمام نابولي. لا يمكن الاختباء، الكل تحت خطر نابولي. قطار نابولي لا يتوقف، لا يتوقف. الكابوس أوسيمين يظهر في بيرغامو. كل من انتظر سقوط نابولي أتعبه الانتظار، أتعبه انتظار. فيكتور أوسيمين يسجل في هذه القمة بكرة رأسية في شباك اللاعب الكوري الجنوبي. حاول إقناع إدارة توتنهام بالتوقيع طبعا مع المدافع كيم. هذه الكرة وصلت إلى أوسيمين، خطيرة إلى إلماس، إلماس والثاني، إلماس، إلماس، وهدف من ذهب، هدف من ذهب لنابولي قبل نهاية هذا الشوط. هدف من ذهب للنابوليتانو. يسجل إلماس هدف ثاني لنابولي بصناعة من فيكتور أوسيمين. أوسيمين اللي تحول إلى كانو، اللي تحول إلى جورج ويا في هذه اللقطة، اللي يتحول إلى أبرز نجوم القارة السمراء عبر كل التاريخ. يسجل، يسجل إلماس بصناعة من فيكتور أوسيمين. غاب كفارا بالنسبة لنابولي بسبب الإصابة، لكن هنا إصابة من